علي يضرب بالمثل بالشمس، لكن علي أعظم من الشمس، أمر الشمس بيد علي. نقول عن الإمام علي أنه بحر في علمه، لكن ما قيمة البحار والمحيطات إلى جنب علم علي؟ مجرد أن نقرب المعنى إلى أذهاننا نحن. أما علي فهو عالي، خلقه الله مختلفا عن بقية البشر. كل لحظة من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل لحظة من لحظات حياته من الأمور المهمة التي تسوى الكرة الأرضية كلها. يعني لو كتبنا عناوين ترتبط بحياة الإمام علي، ربما تنتهي العناوين عندنا والإمام علي باق. الإمام علي جوهرة صغها الله. الإمام علي سلام الله عليه هو الخير الذي لا ينتهي.